بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نبدأ بالآية الأولى من هذه السورة. يقول مولانا جل جلاله وعم نواله: يا أيها الناس، مش خطاب لنا خصيصا، مؤمنون، يا أيها الناس اتقوا ربكم، مع الإشارة اللي أمر الله بالتقوى أي بالخشية من غضبي وأليم عقابي، قالت مرتين، مرة مرتبطة بالخلق ومرة مرتبطة بعلاقة الناس فيما بينهم، يعني من فضلك جو تامبلور اكسبليك موا تال شوز، اسي دو مو كومبروندر، اسي دو مو داتر توليرون فيزافي دو موا ايتترا ايتترا. يعني شيء كبير، الآية هذه الأولانية شيء كبير. يقول رب: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اخشوا يعني الذي خلقكم من نفس واحدة، أي ابتداء من أبينا آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها، وقلنا الروايات يعني شتى في كيفاش ذات من خلقت أمنا حواء عليه السلام من بنى آدم، كيفاش من مستوى الروح، مستوى العقل لاريزون، ومستوى البدن، وما أدراكم البدن، الجسد شيء كبير خلق الله. وشكون عرف الجسد شنو هو؟ ويقولوا مجموعة من أجهزة، لابار ريسبيراتوار، كارديو فاسكولار، ريبروديكتيف، اتترا، يعني تاع الإنجاب، جهاز التناسلي، و و و و و شنو يلاقوا؟ خير بالك اللي البيولوجيست والطب جابوا لنا شيء كبير. بالعكس، من جملة ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام عكس ما يقولوا العرب الكرب، نتكلم على هؤلاء الجاهلين جاهلية أولى، النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث: إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة. إذن المرأة عندها الدور في خلق الجنين في رحمها. قال: إذا كان غلب ماء الرجل ماء المرأة أذكر، يعني يجي الجنين ثم الطفل بعد خروجه من الرحم ذكر، ذكروا الإكس والإيغريك اللي قلنا في الكروموزوم بالأجسام الصبغية، بالإيغريك مش يجيك، ذكر بالإكس موجود عند الأم وعند البو، إكس إكس ملا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن: وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل رزق أنثى. الدبر والكلام هذا ما يجي مع عند الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الصدق المطلق من عنده هو، لا والله لا ينطق عن الهوى، مش على هواه يتكلم معنا، إن هو لوحي يوحى. وعلمه شديد القوى سيدنا جبريل عليه السلام لاركونج جابرييل كو لابيد دالله سوا سور لوي. نعود إن شاء الله.